قلنا يا بعض جاي المال، لا يخفي جاي جاي المال. دقيقة وش تقول؟ ليلى لا لا ما اقدر كلش، بروح المقدمة يا اخواني في شغل تجهيزات حق محل، اهدي الشغل واجي العب وياك. لا لا كلش ما اقدر. اذا انا ما رح وانت ما رح وغيرنا ما راح، من اللي بقوم بالشغل؟ اصلا امي وابوي لا اروح يستانسون، حتى اللعان خلت في المعتم العشرة كامل واستانسوا وكافوني بهالبلاي ستيشن. وش رايك تجي ويانا؟ نأجل لعب لباكر. الساعة 7 نبا. انت كان سني كامل جي لحظه وش عندكم؟ قاعد اكلس ماتش ولا جاي ماخذ المكنسه؟ وش فيها يعني؟ ام باخذ المكنسه كامل. بس هو جاي يساعدك ومثل ما انت تخدم هو بعد يبغى يخدم. يلا حبيبي حسون اعطى لك المكنسه خليك اجلس وياك. اوكي حبيبي. عليكم السلام. هلا ابو نور، تفضل. ايه مو مشكله، لا تحاتي. انا اعرف الموضوع وان شاء الله بعالجه. لا ما صار الا الخير ان شاء الله. خير ان شاء الله، في امان الله، مع السلامة. يلا. حسون اشتقت لامك واجد لا؟ ايوه اشتقت لامي واجد. متى بترجع؟ حتى انا بعد اشتقت لامك واجد. ما ادري وش اخبارها، وش مسوي لها. الله يرجعها بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. من شوية اتصل فيني أبو نور منزعج وزعلان لأنه زعلك. لأني ما عطيت على المكنسة؟ إيه ولدي. أمك وصت عليك إن تروح الماتم وتنظف وتخدم هناك عند الإمام الحسين. بس هي كانت تستانس إذا أقول لها إني خميت الماتم كامل. أدري يا حبيبي، بس ما قالت لك إن تمنع الناس من المشاركة في خدمة الإمام الحسين. لكن حتى أنت سويت نفسي. كيف سويت نفسك؟ يوم قال لك أبو زينب إن في متبرع حق ليلة حاري وأنت انزعجت وتنرفزت وقلت لي لا إن شاء الله أنا بحييها نفس كل سنة. هذا موضوع ثاني يا ولدي، باكر لما تكبر بتعرف هذا الشعور. كل اللي أبغاه منك يا ولدي من باكر تروح الماتم تخدم وتخلي الناس بعد تخدم وياك، ما تمنعهم بالمشاركة.
شاء الله. بارك الله فيك يا ولدي. راوي قليل أدب. وش انت اشتريتك؟ لا بعدين اليوم كلمت ابوي وبروح اشتريت. اهم شي مكتوب عليهم يا حسين. افعلي جواز اشتريتك؟ شيل بعد هالسنة لو ما بتشيل. أنا بعد يمكن أشيل بكلم أبوي. تعال تعال. وش قصدك أنت تطنز علينا من الكلام اللي طرشته؟ تطنز علينا؟ على المسج اللي طرشته. أنا طرشته أحسن اللي بيشتري، أنتوا تلبسون ثياب سودان. إنه بتشتري في ثياب سودان، أنت أصلاً ما تلبسون في ثياب سودان. تطنز علينا. انت قليل ادب احترم نفسه. انا قليل ادب؟ انت قليل ادب. انت قليل ادب احترم نفسه. قليل ادب. انت قليل ادب. انت قليل ادب احترم نفسه. توشي منو هاي؟ حسن ويا في صف طقيني. وعبد الرحمن؟ تعال 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 معي، انا براويك فيه الحين. علي اسمح لي على اللي سواه الولد في ولدك، وهذه عشرة عمر مع بعض، احنا معاكم ما تفرقنا لي. هالو ولدي ولد، وسالفة سني وشيل احنا ما عندنا، انت اخوي وانا اخوك، تشيلني واشيلك. روح سامح من اخوك. اسف سامحنا يا اخوي عبد الرحمن. انت بعد اسمح لنا، يمكن غلطنا فيكم ولا في ولدي غلط عليكم. فيك الخير، وانت سباق دائما للخير يا اخوي. تفضلوا معانا البيت. شكرا، رحم الله والديك. يلا فضل الله. ما توقعت منك توقف ضد جيري. تعتقد مني اوقف وياك بالغلط؟ لكن لو ما هنا ما رضت تشوفني انضرب. باكر بتكبر وبتعرف روحك انك غلطان، وانا وامك ما نرضى عليك. أبوي ليش ما قلت لي إن أبو عبد الرحمن عنده محل ثياب؟ عرفت الحين إنك غلطان؟ لا الصراحة أنا متفشل وأسف على اللي سويته. أقطع غيار التلفزيون.